بحضور رسمي وشعبي مميز، الدكتورة كيندا الشماط تفتتح مقر مؤسسة البعد الخيرية في اللاذقية، تأكيدا على الدور الاجتماعي والإنساني، وتثني على أهمية المجتمع الأهلي ودوره في تقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين من جرح الجيش والمدنيين. كان هناك افتتاح لمكتب مؤسسة الوعد لمصابي الحرب، والتي ستبادر مباشرة إلى القيام بنشاطاتها في محافظة اللاذقية. يعني البداية للمؤسسة كانت من هذا المكان. وجمعية الوعد نشأت لتساهم في بناء الوطن من خلال بناء الإنسان الذي حاولوا أن يدمروه، ودور مؤسسة الوعد بتقديم المساعدات الطبية وتقديم كافة أنواع العلاجات والتأهيل لمن أصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل من يحتاج منهم اجتماعيا ونفسيا. أي إنسان مننا مهما كان دوره بسيط فهو دوره مهم بالمجتمع، ونحن كهيئات مجتمع مدني وهالظروف الصعبة اللي مرقت فيها سوريا كان المفروض أنه نفكر كيف بدنا نقدر نساعد أهلنا بتعاون مع الجهات الرسمية بالتأكيد، ولكن نحن مؤسسة خيرية الهدف منا جرح الحرب مدنيين وعسكريين العناية فيهم. نحن عنا استعداد لنقدم له العلاج مجانا ضمن القطر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمشافي التابعة لها ووزارة الصحة والمشافي التابعة لها، بالإضافة لمراكز متخصصة بالعلاج الفيزيائي يلي بتعيد تأهيلهم للجرحى بعد تعرضهم للعمليات الجراحية بدهم إعادة تأهيل. كمان نحن عم نلحظ هالجانب من خلال مراكز للعلاج الفيزيائي. بالطبع إذا في حالات صعبة علاجها بالقطر صعب، في عنا تعاون مع دول صديقة لإفادة هالجرحى إلى هذه الدول وعلى نفقة هذه الدول الخاصة للقيام بعلاجهم على أكمل وجه. العمل الخير يمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي، وعمل هذه المؤسسة ومثيلاتها من الجمعيات الخيرية روافد خيرية تنبع من أهل العطاء وتصب لبناء الوطن بشريا وجغرافيا.